صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة طفل، زهرة الحياة. صباح الخير. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الفل والريحان، صباح الضحكة البريئة نتاع الأطفال ذوما المزيانين. ونعطيه تسويقة كبيرة لأهالينا في سويقة، وخاصة هالدكتور ذي الشباب المزيان محلاه طويل جدا هكا طويل ما شاء الله عليه. عسلامة. عسلامة. عسلامة، صباح الخير، شنحوالك؟ لاباس. لاباس الحمد لله. يجي بحدي يجي. شو اسمك يا دكتور؟ اسمي هارون. اسم الدكتور هارون. هارون شكون انت؟ الشحاوي. اسم الدكتور هارون الشحاوي. قديش عمرك؟ 5 سنين. عمره 5 سنين. في بالك اللي انت عندك سروال جميل هذه باش ناخذو بعد نلبسو انا. ها تسلفولي. نعم. اه به فيه مزيان هذه. شنو هذه؟ كلاهم الفار في الليله. ها شنو؟ قل لي مين شريته هذا؟ من السوق. نجم نلقى واحد قدي انا ذاك؟ نعم ولا؟ نعم. مزيان فيه هذية. ها؟ شنية هذية؟ لا عجبني السروال. شنية هذية؟ مش مخبي في هالطبلية المزيان مخبي فطورة؟ فطرت ولا ما زلت الساعة؟ فطرت. شنو فطرت تحكي لي؟ بسكوبك وعصير وكعبة بقلاوة. كعبة بقلاوة؟ با با با. سمتي عندك البقلاوة؟ ومخبي علينا؟ ما زلت البقلاوة ولا فات؟ وفات. مش بيك ما قلتليش عندي بقلاوة نجي فطرت معاك؟ ها؟ ولا تحب تاكل وحدك البقلاوة؟ قديش من كعبة كليت؟ كعبة بركة؟ هذيك هي فطور؟ شكون جابها لك؟ جبتها من الدار. جبتها من الدار، ما قلتليش أنت دكتور نتاع شنو الساعة؟ نتاع سنين. فماش طبيب عينين، فماش طبيب أنف؟ أنت تعرفهم الحواس تاع الجسم؟ 5 حواس تاع الإنسان، الجسم شنو ما تراه قول لي عليهم؟ حاسته؟ عين. حاسته العين، أي، باهي وشنو آخر؟ حاسة الأنف. أي. حاسة اللسان. أي. سمع. سمع صحيت وحاسته؟ اليدين. هي حاسة اللمس. ذوما ربي سبحانه وتعالى باش نتعرفوا بهم على برشا حاجات هكا ولا ولزمنا نحافظوا عليهم. باهي دكتور كيدز على حياة طفل. بونجور. بونجور. بونجور ريتي جاوبني حتى بالفرنسي جاوبني. نهارك زين. نهارك زين. نهارك فل وياسمين ودقلة وبرقدينة وبوكو حليب وحاجة بنينة ولذيذة. شو اسمك انت يا دكتور يا مزيان؟ زكريا الشحاوي. اسمه زكريا الشحاوي. زكريا الشحاوي، قداش عمرك زكريا؟ 5 سنين. عمرك 5 سنين، معناه انا وياك 5 سنوات. نعم ولا؟ نعم. صحيح. وانت زكريا وين تسكن؟ قولي. شويحية. في الشويحية اللي هي تابعة مدينة السبيخة، مدينة الكبيرة ذي الجميلة هكا ولا؟ نعم. وعنا برشا حاجات ريتهم في السبيخة، فما ريت شجرة الزيتون هكا ولا؟ اش تعطينا هي شجرة الزيتون؟ زيتون. تعطينا الزيتون، وك الزيتون هذاك شنو نعملوا به؟ زيت. صحيت، هي تعطينا زيت يعطينا قوة ونشاط. تاكل انت الزيت؟ نعم. نعم ولا عندك زيتون ولا؟ ومربي حيوانات في البيت؟ لا. ما عندكش حتى حيوان بحذاك؟ نعم. شنو من الحيوانات اللي عندك؟ عندي حتى حيوان. انا مربي بلد وسمكة قرش ومربي نسر. انا انت شو مربي؟ حتى شيء. حتى شيء؟ مش مربي حتى قطة صغيرة؟ عندي برشا قطة. عندك برشا قطط وتوكل فيهم ولا وتعتني بهم ولا؟ أصدقائي اللي عنده حيوانات في الدار يزم يهزم للطبيب البيطري باش يعمل لهم التلقيح. باهي، خطر الساعات يعطيونا أمراض ينتقلوا من الحيوان إلى الإنسان. هذاك علاش كي نتعاملوا مع الحيوان يلزمنا نغسلوا يدينا بالصابون، بالماء والصابون. صحي. دكتور كيدز على حياة طفل. صباح الخير. صباح النور. صباح الفل. شنو حوالك؟ لاباس. الحمد لله، نقولوا الحمد لله. الحمد لله. والشكر لله. شكرا لله. شو اسمك انت ايتها الجميله؟ جولي مرزوق. اسمك جولي؟ جولي شكون؟ مرزوق. اسمها جولي المرزوقي. محلاه الاسم هذا. جولي جولي دولي دولي، محلاك ومبنك محلى ضحكتك. جولي المرزوقي، قداش عمرك يا جولي؟ 5 سنوات. عمرها جولي 5 سنوات. عند ستي نسري. وباهي ستي نسرينا؟ اسمعني اجي نكلمك، انت تعرفها بالباهي؟ نعرف. قلها عمي الدكتور كيدز يحب يقرا عندك، ما يسالش؟ ما يسالش. اه نجي نقرا معاكم؟ نعم. هاكا ونش نجيبها معايا؟ قولي. نجيب محفظه؟ ياي. باهي، شو فيها المحفظه؟ فيها
الماكلة. فيها الماكلة؟ هاي اخي انا جاي للرستوران ولا جاي باش نقرا يعني؟ جاي باش نقرا انا جاي ماكلة صحية. صار زيب معايا ماكلة صحية؟ هاي مثلا نقول تفاحة. تفاحة باهية. هاي البيضة وبيضة. هاي حليب وحليب. اسمعني انا ما نجمش يجي وحدي، انا عندي اسد معايا، نجيبه يقرا؟ لا لا نجي خنجيبه. عندي اغزل، عندي عندي فيل، نجيبه معايا؟ لا خليه يقرا على روحه هو. لا وباهي نجيب معايا قطه؟ لا باهي. عندي سمكه؟ لا لا خليه تقرا على روحها هي، ما يسالش، ما تخافش منها، معني حتى الاسد ما يخافش يعني. لا ما نخافش من الحيوانات، اما ما ندخلش الحيوانات الماكلة. ما يقراوش معنا؟ هاي شكون يقرا معنا؟ يقرا معنا اصدقائنا. اصدقائنا الاطفال. هاي دكتور كيلز على حياة أفين. عسلامة. لاباس الحمد لله، نهارك زين الحمد لله. شو اسمك يا مزينة انت؟ لجاي. اسمها لجاي، صحيت محليك يا لجاي، محلى عينيك ما شاء الله على بنتي. لجاي شكون؟ لجاي الضفلاوي. لجاي الضفلاوي، وقداش عمرك لجاي؟ 5. ما شاء الله عليك 5. كبيرك اللي انت جميلة؟ نعم. وعينيك شنو لونه؟ بني. لونه مخضر. والدكتور كيتس عيني شنو لونه؟ بني. لونهم بني صحي. انت تعرف الالوان؟ شنو من الالوان اللي تعرفهم؟ ما يقول لجاي مزيان. روش. اسمع معايا اصدقائي، هي تقول لي عليهم باللغه الفرنسيه، خلينا نسمع مع بعضنا. بلي جان روش. كي تقرا فيهم بالفرنسيه وبالعربي شنو؟ روش. والغوج اللي هو اللون الاحمر. روز. اللون الجون هو اللون الاصفر. روز. الروز هو اللون الوردي. شكون علمهم لك هذوما بالفرنسيه؟ ستي شايمة. ستي شايمة، وتعرفهم الاعداد بالفرنسيه انت؟ ترا كلهم ياي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ومن بعد 9 فما 10. بعد 9 فما 10، ما شاء الله عليك. في بالك انت قوي، انا في عمرك ما حفظتهمش بالفرنسيه، انا وقت ما زلت ما نعرفهمش بالفرنسيه. هاك انت ها كناشته، شنو سر النشاط هذا؟ قل لي احكي لي، علاش انت ناشته هكا وتعرف؟ في الليك في التفاح في التمر وفي البرقدانة. اي وفي الفريس. هذوما كل في الليل، وفي النهار شتيك؟ سمح ناكل في عظايمة، ناكل في الحليب، نشف الحليب وناكل التمر. تاكل التمر، تاكل الدقلة، خطر هي تعطينا برشا حاجات. ريت الغلال هذوما الكل يعطيونا النشاط. ها تعملش صحفة البلابي هكا بيه هكا حارة شوية تعطيك القوة ولا ليه؟ ناكل عصيدة بيضة. بالزيت زيتونة بالحلو. بالحلو، شكون يقدها لك هذي؟ ماما. صحة ليلك يا ما شاء الله عليها، نعطيوها تصفيقة. شفت معنا فالدكتور كيتس، وقول لكم إلى اللي دكتور كيتس.